على جميع ركاب المسافرين على أي خطوط جوية العودة إلى منازلهم والالتزام بالبقاء فيها حتى إشعار آخر. الموضوع طول ومن هون ليفتحوا الطيران مضطرين نضل على الكنبة. وسؤال اليوم، كيف أثر الفيروس اللي ما منشوفه على واحد من أكبر وأهم قطاعات الاقتصاد، الطيران؟ منتصف مارس آذار 2020، لسنوات طويلة لن ينسى العالم هذه الفترة الحرجة من التاريخ. نحو 200 ألف رحلة جوية يومياً كانت تنقل ملايين المسافرين والبضائع عبر دول العالم، لكنها في الوقت ذاته نقلت أكبر عدو يواجهه العالم الآن، فيروس كوفيد-19. خلال أيام تراجعت أعداد الرحلات الجوية بشكل هائل وغير مسبوق. شركات الطيران خفضت رحلاتها الجوية بنسبة تجاوزت 90%. هكذا بدت سماء العالم منتصف فبراير شباط 2020 قبل أن تقع الكارثة، وهكذا تبدو الآن. قطاع الطيران تلقى واحدة من أكبر الضربات في التاريخ. المطارات أغلقت وتحولت إلى مدن أشباح، حتى مراكز التسوق والمناطق الحرة أغلقت بالكامل. الطائرات التي كانت تزين السماء أوقفت. هناك أكثر من 24 ألف طائرة في العالم، أكثر من ثلثي هذه الطائرات أوقفت عن العمل. لكن لحظة، وين بيوقفوا الطيارات؟ هذا السؤال دائماً بيراودني، عشان هيك اتصلت مع أليكس، واحد من أشهر محللي الطيران، عشان أسأله. The airlines are having to place the majority of their aircraft into a storage facility or park them on the ground if they have enough room at their home bases. For many airlines, this is quite an easier task than others because they have the space at their home airports. For others, some airlines are simply too large to be parked on the ground at any one time in one location, so they have to spread their fleet of aircraft out, covering the engines to ensure that they are protected from dust and debris, and keeping their aircraft in a place that is easily reachable to resume service when it is safe to do so. شركات الطيران تبحث عن مواقف رخيصة وذات طبيعة مناسبة للطائرات. صف الطائرات موضوع معقد جداً ومختلف عن صف السيارات. الطائرة بحاجة لصيانة دورية، تشغيل المحرك، تفقد الأنظمة، تحريك العجلات، كل هاي الأشياء وأكثر لازم تصير بشكل دوري حتى لو الطيارة ما عم تطير. عشان هيك شفنا صور لرحلات جوية فاضية أو فيها راكب أو راكبين. خبراء الطيران بيقولوا إنه تكلفة هاي الرحلات شبه الفاضية على شركات الطيران أرخص من ترك الطيارة مصفوفة. Some airlines at the moment during this pandemic are burning millions per day in lost revenue but also in operational costs of just keeping these aircraft on the ground when they should be in the air. بننتقل للعاملين في شركات الطيران، الطيارين، المضيفين، العاملين في شبابيك التذاكر والبوردينج وحتى على بوابات الطائرة. المعظم منهم قاعد في البيت وبنفس الوقت هن بحاجة لرواتب. وهون بنوصل للمعضلة اللي بتعاني منها معظم شركات الطيران، السيولة النقدية. ألو مرحبا، ممكن أحجز تذكرة من الدوحة لإسطنبول؟ كم السعر؟ أكيد إنك شعرت لمرة واحدة أو حتى مرات كثيرة إنه أسعار تذاكر الطيران مبالغ فيها، وسألت نفسك سؤال، كم تربح شركات الطيران؟ وهون رح أقول لك مفاجأة، قطاع الطيران ما بربح كثير، وفي أحيان كثير بيكون خسران. The airlines typically do not make very much money at all. In fact, on average, the world's airlines benefit from around $7 worth of profit per passenger every year, a very small amount, and it's an industry with incredibly tight margins. But this is because air travel is incredibly affordable, yet there are high and significant overhead and operational costs involved. Now, if you throw this into a pandemic, you begin to realize just how financially fragile airlines are. عدد من شركات الطيران أعلنت الإفلاس. وخبراء الطيران بيتوقعوا إنه معظم شركات الطيران راح تعلن الإفلاس في حال استمرت الأزمة وما لم تتدخل الحكومات وتضخ الأموال بهي الشركات. في الولايات المتحدة مثلاً، الرئيس أقر دعم لشركات الطيران بمبلغ وصل إلى 58 مليار دولار. طيران لوفتهانزا أيضاً أوقف 700 طائرة من أسطوله عن العمل، يخسر أكثر من مليون دولار في الساعة، وهو الآن يفاوض حكومات عدة للحصول على 10 مليارات دولار. في المقابل تقوم شركات أخرى بتخفيف الأعباء بالتخلي عن عدد من موظفيها، إما بالتسريح الكامل أو بتخفيض الرواتب بدرجات متفاوتة. ألو مرحبا، أنا حجزت عندكم تذكرة بس أنت شايف الوضع، بدي ألغيها وأعمل ريفند. كيف يعني ما بقدر أعمل ريفند؟ في ظل الأوضاع الحالية تشجع الشركات مسافريها الذين اشتروا تذاكر مسبقة بإبقاء تذاكرهم بتواريخ مفتوحة حتى إشعار آخر وبدون رسوم عشان الكل يكون كسبان. بالإضافة لكل ما سبق، بدك تعرف إلى أي درجة قطاع الطيران يعاني؟ خذ على سبيل المثال وارن بافيت، مستثمر أمريكي شهير، أعلن إنه شركته سحبت استثماراتها من 4 خطوط جوية أمريكية، حجم هذه الأموال يصل إلى 8 مليارات دولار،
طيب كيف سيكون شكل الطيران في المستقبل؟ تقريبا هذا السؤال الأصعب حتى الآن ما لم يوجد لقاح أو دواء فعال للوباء. بعض شركات الطيران التي ما زالت تعمل ألزمت الطيارين والمضيفين بزي واقي كامل. لأول مرة عم نشوف المضيفين والمضيفات بملابس غير ملابسهم الجميلة المتعودين عليها. الاتحاد الدولي للنقل الجوي قال إنه يوصي بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية، وهذا أمر ليس بالسهل. تخيل رحلة من الخليج إلى الولايات المتحدة لمدة تتجاوز 12 ساعة أنت ملزم فيها بلبس الكمامة والقفازات طوال الرحلة، فعلا صعب. الأمر يتجاوز ذلك من إجراءات أخرى تتعلق بالتأكد من خلو المسافرين من الأمراض قبل ركوبهم الطائرة، أو آليات لكشف المصاب منهم عند الوصول وقبل دخول البلاد، وهذا يعقد من أمر السفر ويزيد من تكاليفه، لأن المسافر طبعاً هو من سيتحمل كل هذه التكلفة في الوقت والمال. رئيس شركة بوينغ قال إن قطاع الطيران يحتاج لسنوات من أجل التعافي والعودة إلى سابق عهده، لكن هالشي مطول ولكل حادث حديث. وبينما أنا أكمل قهوتي وأحكي تليفون أتأكد إنه تذكرتي صارت مفتوحة، احكولي عن أول المدن اللي حابين تزوروها بعد انتهاء الحجر، ولا تنسوا تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم وتضلوا مثلي على الكنبة.